أسعد الله صباحكم بكل خير أبناء الطلاب. سنقدم اليوم درساً منصة حماة تربوية للصف العاشر العلمي في مادة الجغرافيا، معكم المدرسة وسام أسعد، وسيرافقني في هذا الدرس كل من الطلاب. تفضلوا. زينة محفوظ، ريم عيسى، غزال عيسى، حسن هلالي، فرح محمد، شهد أحمد. أهلاً ومرحباً بكم، أتمنى لكم الفائدة. إنها ألوان تزين السماء، هكذا هو عنوان درسنا، وهكذا تم اختيار هذا العنوان لشدة جمال هذه الألوان، إنه الشفق القطبي. قديما كانوا يسمونه أنوار الفجر، ولكن بقي على هذه التسمية حتى أطلق عليه العالم جليلو اسم الشفق القطبي. سنتعرف اليوم أسباب حدوث هذه الظاهرة الغريبة والتي ينتظرها العلماء ويخيمون ليال طويلة من أجل رؤيتها. سنتعرف أسباب حدوث هذه الظاهرة وأين تحدث. سنبدأ أولا أعزائي أمامكم الصورة، فلنقرأ هذه الصورة ونتعرف على سبب تشكل الحقل المغناطيسي الذي يحيط بالأرض. أمامكم صورة، تفضلوا. إنه الحقل المغناطيسي. نعم ريم. يتشكل الحقل المغناطيسي للأرض نتيجة التيارات الكهربائية التي ولدتها حركة النواة الخارجية حول الداخلية ووجود رواسب في نواة الأرض. نعم أحسنت، شكرا يا ريم. إذن في باطن الأرض نواة الداخلية والخارجية، ونتيجة احتكاكهما مع بعضهما يتولد تيارات كهربائية، وبفضل وجود رواسب معدنية، وهذه الرواسب في أغلبها هي حديد، وعلى الأغلب يكون هذه الرواسب تكون منصهرة، فبذلك ونتيجة هذه الحركة الاحتكاك يتشكل التيارات الكهربائية، مما يولد ويشكل هذا الحقل المغناطيسي للأرض. ولكن السؤال، هل سطح الشمس هو هادئ؟ نعم نعم يا فرح. سطح الشمس ليس هادئا كما يبدو لنا من سطح الأرض، بل إنه يزخر بالتفاعلات الكيميائية التي تعد المصدر الرئيس للضوء والحرارة الواصلة إلى الأرض. شكرا لك يا فرح، أحسنت. إذا سطح الشمس مليء بالتفاعلات الكيميائية والتي ينطلق عنها الرياح الشمسية، والرياح الشمسية هي عبارة عن جزيئات مشحونة تولد لنا الطاقة والضوء والحرارة والضوء. إذا ماذا يحدث للرياح الشمسية عندما تصل إلى سطح الأرض؟ وهل تصل أم أن هناك شيئا يمنعها من أن تصل إلى سطح الأرض؟ نعم، إذن الرياح الشمسية تنطلق إلى سطح الأرض، تندفع هذه الرياح لتصطدم بالحقل المغناطيسي الذي يحرفها ويجعلها تتركز في سطح على سطح الأرض في منطقة القطبين. بعد أن شاهدنا الفيديو وسنشاهد هذه الصورة، ماذا يحدث للرياح الشمسية عندما تصل إلى سطح الأرض؟ ماذا يحدث؟ نعم يا حسن. عند اصطدام الرياح الشمسية بالحقل المغناطيسي للأرض تنحرف لتتركز عند منطقة القطب. نعم أحسن، إذا الرياح الشمسية تنطلق لتصطدم بالحقل المغناطيسي فيحرفها عن اتجاهها لتتركز في منطقة القطبين. لنرى، إذا تصطدم بالحقل المغناطيسي للأرض فتنحرف لتغير مسارها وتتركز عند القطبين. وصلت إلى القطبين، ماذا يحدث؟ مع من تتفاعل هذه الرياح الشمسية؟ وما الظاهرة التي سنشاهدها في هذه المنطقة؟ نعم شهد. تفاعل الرياح الشمسية
مع غازات مختلفة بحسب الارتفاعات. فمثلا إذا تفاعلت مع غاز الأكسجين تعطيني اللوني الأخضر والأحمر، وإذا تفاعلت مع النيتروجين تعطيني اللوني الأحمر والأزرق. نعم، شكرا لك. إذن الرياح الشمسية عندما تصل إلى سطح الأرض تتفاعل مع غازات الغلاف الجوي لينتج ألوانا مختلفة من الشفق القطبي. فمثلا إذا تم التفاعل مع الأكسجين فإنه يصدر أو ينتج شفق قطبي بلون أخضر وأحمر، وذلك حسب الارتفاع. وكذلك إذا تفاعلت مع النيتروجين فإنه يصدر شفق قطبي بلون أزرق وأحمر، كذلك حسب الارتفاع. من يقرأ هذه الصورة؟ عن ماذا تتحدث هذه الصورة؟ أمامكم الصورة. نعم نعم يا زينة. لأن الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس تضرب الذرات في أعالي الغلاف الجوي، ثم فإن ذرات الأكسجين والنيتروجين تكتسب طاقة، وتتحرك الإلكترونات في هذه الذرات إلى مدارات ذي طاقة أكبر، أي بعيدا عن النواة. عندما يرجع الإلكترون إلى مدار ذي طاقة أقل فإنه يطلق جسيما ضوئيا أي فوتون بألوان متعددة، وذلك بحسب الارتفاع. نعم شكرا لك. إنها آلية حدوث الشفق القطبي. إذن عندما تصطدم الرياح الشمسية، تضرب الرياح الشمسية بما فيها جزيئاتها المشحونة، عندما تضرب الغازات الموجودة في الغلاف الجوي فإنها تصطدم بهذه الذرات، ثم تتحرك هذه الذرات إلى مدارات أبعد، ثم تعود مرة أخرى لتكون قد اكتسبت طاقة، وتعود مرة أخرى ليصدر عنها فوتونات حسب طبعا بأطوال موجية مختلفة، لذلك تختلف الألوان في الشفق القطبي حسب الارتفاع وحسب ما هو نوع الغاز الذي اصطدمت به. ولكن هل يحدث الشفق القطبي على كامل سطح الكرة الأرضية، أم أن هناك مناطق متعددة وخاصة تحدث فيها هذه الظاهرة؟ نعم فرح. يحدث في المناطق الواقعة إلى الشمال من درجة الأرض 50، أي في المناطق القطبية. نعم يحدث في الدرجة بعد درجة الأرض 50، فلذلك سميناه بالشفق القطبي، إذن لأنه يحدث في المناطق القطبية. ولكن يمكن أن يحدث في مناطق أخرى يا غزل؟ نعم إذا كانت الرياح قوية قوة كافية. نعم أحسنت. إذن يحدث في العروض الدنيا إذا كانت الرياح الشمسية قوية جداً، فيصل تأثيرها إلى هذه المناطق ويتشكل الشفق القطبي في هذه المناطق. ما هي أنسب الأوقات لحدوث هذه الظاهرة أو لمشاهدتها؟ نعم نعم يا حسن. فصل الشتاء. إنه فصل الشتاء، إذن بسبب شدة الظلام في فترة الشتاء وطول الليل، ونحن نعلم أن الليل يزداد طولا كلما اتجهنا باتجاه الشمال، ففترات الظلام هي أنسب فترة لمشاهدة الشفق القطبي في فترة حدوثه. أما في الصيف فإن ضوء الشمس والنهار الطويل يمنع من مشاهدة هذه الظاهرة. والآن أحبتي، بعد دراسة الشفق القطبي وتحدثنا عن أسباب تشكله وعن هذه الظاهرة، كيف أو ما هي استنتج سبب حدوث الشفق القطبي بألوان مختلفة؟ نعم نعم يا فرح. نتيجة تفاعل الرياح الشمسية مع أنواع الغازات المختلفة وحسب الارتفاع. فمثلا إذا تفاعلت الرياح الشمسية مع غاز الأكسجين ينتج لدينا الضوء اللون الأحمر والأخضر. نعم. أما إذا تفاعلت مع غاز النيتروجين فينتج اللون الأحمر والأزرق. نعم شكرا لك. إذن يحدث الشفق القطبي بألوان متعددة وفي المناطق القطبية، وذلك عندما تصل الرياح الشمسية إلى سطح الأرض تتفاعل جزيئات الشمس، الرياح الشمسية المشحونة تتفاعل مع غازات الغلاف الجوي، فلذلك يصدر ألوانا مختلفة وحسب الارتفاعات. إذا تفاعلت مع الأكسجين يصدر اللون الأخضر والأحمر، أما مع غاز النيتروجين فإنه يصدر اللون الأزرق واللون الأحمر. هناك أحبتي مناطق تحدث فيها هذه الظاهرة، هي هذه المناطق سنشاهدها في الفيديو التالي.
إذن مناطق تقع في المناطق القطبية في كل من النرويج واسكتلندا والنرويج أيضا، فلذلك هذه هي مناطق تشكل الشفق القطبي حسب العروض الجغرافية. شكرا لكم أحبتي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا هذا. شكرا لكم، دمتم بخير.